3, 2, 1. You see them both light up? And so shut down. Inside boosters. Yes! Look at them. Yes! What? Look at that. That's unreal. بعد ما إيلون ماسك عمل الهايبر لوب والسبيس إكس قرر يبدأ مشروع جديد كمان هدفه إنه يتجنب الزحمة. طبعاً هتقولوا عربية بتطير، ولكن دي حاجة موجودة في كتير من أفلام الخيال العلمي. إنما أنفاق تحت الأرض للعربيات هي دي بقى الجديدة، ولكنها هتكون مخصصة للعربيات الكهربائية فقط، وهتقدر تسوق بسرعة أكتر بكتير من فوق الأرض. على حسب كلام إيلون ماسك، الرحلة اللي بتاخد 4 ساعات فوق الأرض هتاخد 2 ساعة فقط تحت الأرض ومن غير أي انبعاثات. من وجهة نظر إيلون ماسك، إننا محتاجين نوجد بدائل للزحمة، لأن في المستقبل العربيات هتزيد. بدأ إيلون ماسك في حفر أول نفق في لوس أنجلوس بالفعل. العربيات فيه بتقدر تمشي بسرعة 155 كيلومتر في الساعة. في النفق ده العربية هتكون ماشية زي المترو أو القطر على قضيب، وليها وجهة ثابتة. إيلون ماسك بيقول إن العربية اللي هيتم استخدامها في النفق هتبقى ذاتية القيادة، زي العربية اللي قدامنا في الفيديو ده بلا سائق. في شركة للهندسة والبنية التحتية العالمية بتشتغل على مشاريع مماثلة في جميع أنحاء العالم، زي نفق جديد في ميلبورن، استراليا، وأوكلاند، ونيوزيلندا قيد التطوير. الفكرة هي إن الأنفاق دي بتعمل على تغيير المجتمعات عن طريق تخفيف الازدحام المروري في ساعات الذروة وتقليل التلوث في المدن.